صباح الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة للجميع. بداية أسبوع موفقة في عدد هذا اليوم من برنامج ضيف الصباح، أسعد فيه باستضافة معالي وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية الدكتور سيد أحمد فروخي. صباح الخير سيد الوزير. صباح الخير، شكرا لتلبية دعوة القناة الأولى. سيد الوزير، أمر رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون في آخر اجتماع لمجلس الوزراء بضرورة التوجه نحو صناعة السفن محليا لتقوية الإنتاج. ما هي الإجراءات المتخذة لتطوير الأسطول البحري لاستغلال الموارد البحرية في أهالي البحار؟ في الأول شكرا على الدعوة، وأحيي كل مستمعي هذه القناة وخاصة منهم اللي يهتموا بشؤون الصيد البحري والمواد الصيدية بصفة عامة. فيما يخص بالطبع الإجراءات المتخذة في تطوير هذا المجال تاع بناء السفن وخاصة أيضا الصيد في أعالي البحار، نظن هذا المحور هام من برنامج الحكومة وبرنامج القطاع، وكان أكد عليه السيد رئيس الجمهورية في عدة مناسبات. ونظن هو في الحقيقة في هو محور اللي يغير نمط الاقتصاد الصيد، و يعطي يفتح بدائل جديدة للنقص المعروف في هذا المجال، خاصة من جهة وفرة الإنتاج. لهذا نظن كنا عملنا في منذ شهر جوان مع مختلف القطاعات في هذا المجالين، خاصة في تشخيص الموجود ومعرفة القدرات الوطنية في الموجودة والباقية في هذا المجالين. كان فيه خطة عمل اللي كنا طرحناها على مستوى مجلس الحكومة اللي كان صادق عليها في شهر ديسمبر. لهذا طلب منا السيد رئيس الجمهورية أن نسرع في تنفيذ هذه ورقة العمل في هذا المجالين، باه نقدر نحط الركائز الهامة اللي في هذا المحورين. ما هي أهم محاور هذه خطة العمل خطة العمل مبنية أولا وقبل كل شيء على إعادة الاعتبار للناس لمختلف الورشات الموجودة من جهة. الجانب الثاني هو خاصة في السفن، كاين ثلاث أبعاد يعني هامة، ما ندخلوش في تفاصيل كل الملف. كاين البعد الأول هو خاص بالسفن الساحلية والإمكانيات الساحلية، كاين ورشات خاصة وورشات عمومية أيضا اللي عندها القدرة وبرزت في السنوات هذه القليلة اللي فاتت، خاطش أصبحنا نبني هذا السفن الصغيرة، من كل سفن السردين ولا سفن اللي تصيد في على المستوى الساحلي. منذ الألفينات كان أكثر من 1000 سفينة اللي تبنت على المستوى الوطني، ما أصبحناش نستوردوا هذا السفن. بقالنا هذا الجانب الأول اللي لازم نعزوه حتى تكون فيه النوعية وتكون فيه ربما أيضا نفوتوا إلى تكنولوجيات جديدة وحتى مواد جديدة كما البوليستر وأيضا حتى الفولاذ البحري ولا الألومنيوم، لأن هي مواد اللي تسمح حتى في الصيانة أننا نتحكم فيها. الجانب الثاني هو خاص بكل قطاع الغيار والصيانة على طول الساحل الجزائري. نظن مهنيين يعانوا بعدم وجود خدمات في هذا المجال، العوائق ثقيلة والإنسان باه يقوم بالصيانة لازم يروح من ميناء إلى آخر، وحتى قطع الغيار غير متوفر. عملنا أيضا على هذا الجانب باه نوفروا تنظيم خاص في هذا البند. الجانب الثالث هو خاص بالسفن الكبيرة، سفن الصيد البحري اللي تروح لأهالي البحار. هذا الجانب هو جانب جديد، يعني راح نبداو من قاعدة ربما نسميها قاعدة الصفر، ولكن بقدرات موجودة من في بعض الشركات، سواء كانت كما ليكوراب ليريناف أيضا بعض الورشات الخاصة. هذو هما ثلاث محاور اللي يضمها هذا المحور بناء وصيانة السفن. كاين الجانب الثاني هو الصيد في أعالي البحار. الصيد في أعالي البحار بدأنا مع بعض البلدان للاتصال بهم، سواء كانت على المستوى الخواص ولا حتى المستوى العمومي، بنشوفوا كيف نقدروا نأطروا
ايضا هذا الجانب. وكاين الصيد في اعالي البحار، في اعالي البحار تاعنا يعني في البحر الابيض المتوسط، هنا كاين امكانيات وعندنا فوج ايضا من اخصائيين في المجال، في مجال الثروه السمكيه، بنحدوا ما هي اليوم الكميات اللي نقدروا نستغلوهم وما هي الاصناف اللي نقدروا نستغلوهم، لجعل اننا نعطي المعلومات، كل هذه المعلومات للمهنيين تاعنا في الجزائر. يعني هي دراسه شامله، هل يمكن ان تتحول بلادنا مستقبلا الى مركز صناعي جديد لصناعه على مستوى الصناعه البحريه سيد الوزير، وما هي العراقيل؟ بالطبع نظن اليوم عندنا بوادر، عندنا نواة من نشاطات وحتى شركات، لازم يكون عندنا نظرة شاملة، وفي نفس الوقت مع الخبراء نحدوا ما هو النسق اللي يسمح اننا ندخل في صناعة السفن بقوة في هذا المجال، وايضا نعطيها طابع وطني، يعني ماهوش ولا خذينا المجال تاع صناعة السفن الكبيرة، هي تتوجه غدا الورشة ما تتوجهش إلا للصيد البحري، ولكن تتوجه لكل القطاعات اللي عندها طلب من هذا القبيل. لهذا حصينا في هذا العمل اللي قمنا به واللي صدق عليه مجلس الحكومة مع القطاعات الأخرى كما قطاع النقل، القطاع أيضا القطاعات الخدمات في الموانئ، كل هذه القطاعات المختلفة عندها طلبات من هذا النوع. لهذا نظن الإحصاء هذا وإحصاء كل الطلبات سيسمح لنا أننا نبني عرض لمناسب لأخذ بعين الاعتبار طلبات الوطنية، حتى في قطاعات كما قطاع الماء اليوم يقوم بتحلية المياه، وهذا يطلب سفن لخدماتية، وهذا يسمح لنا أن يكون عندنا نظرة شاملة. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني هو صناعة السفن بحد ذاتها هي مجمع تكنولوجي، يعني فيها الإلكترونيك، فيها الميكانيك، فيها الهندسة، فيها هندسة المواد، فيها الكثير من التخصصات. هذه كلها راح تفتح ايضا الفرصه للمناوله لكل هذه التخصصات. لهذا رانا في طريق انشاء مجمع تكنولوجي للنقل التكنولوجي، وحتى لكل ما هو متخصص بالتكوين والتكوين المهني والتكوين في التقنيات هذه المختلفه، باه ننظم روحنا. سنلتقي في بدايه فبراير في وهران في المعهد الخاص بالهندسة البحرية، بدينا كان فيه ورشات منذ الأسابيع هذه القليلة بعد التوصيات اللي اصدرها السيد رئيس الجمهورية، باه نقدروا نكونوا هذه القدرة، باه نستوعبوا غدا حتى لو يكون فيه مشروع خاص ولا مشروع عمومي ولا المشاريع، يعني نقدر ننظموا روحنا باه نستوعبوا التكنولوجيات العصريه الجديده. سياسه التكوين الحاليه الان تتواكب مع هذه النظره الجديده في صناعه التكوين؟ تتواكب، لان الحكومه يعني اعادت تصويب الانظمه التكوينيه، سواء كان في مجال التعليم العالي ولا في مجال التكوين المهني، في عمل حثيث مع الزملاء منذ الاسابيع والاشهر هذه اللي فاتت، حتى بدينا رانا في مرحله اننا حددنا المواقع، حددنا المراكز، حددنا المعاهد، حددنا حتى التخصصات الجديده اللي راح نفتحوها في اطار هذه الديناميكيه الجديده لاقتصاد الصيد. نظن بقى لنا يكون فيه اليات، يعني اليات وبرمجه ومشاريع لتسمح اننا نكتل كل هذه القدرات، ونظن من هذا الجانب الاخوه الزملاء راهم يقوموا بعمل جيد معنا. هل هناك سيد الوزير طلبات جديه للاستثمار في صناعه السفن الان؟ في طلبات جديه، احنا سننظم يوم الخميس ندوه افتراضيه مع قاعده بينيه في هذا المجال. الهدف هو احصاء كل رغبات المشاريع في هذا المجالين. وقبل ما دخلت هنا في الاستوديو، لان الناس راهي تسجل وفي نفس الوقت تعطي المعلومات حول المشاريع تاعها،
كاين اكثر من 80 يعني مشروع ما بين المقترح في المجالين اللي تكلمنا عليهم، ونظن هذا مشجع ويسمح لنا يكون عندنا المعلومات اللازمه لتأطير هذا الزوج برامج، وخاصة في مجال السيد في أعالي البحار وبناء وصيانة السفن. هذا النداء، واغتنم هذه الفرصة اللي يكون فيه نداء في الأيام القادمة أن الناس يشاركوا في هذه الندوة، وهذا يسمح لنا للمهنيين خاصة في هذا المجالين واللي عندهم خبرة وعندهم أيضا تجربة معروفة ومؤكدة لمرافقة مشاريع عندها النوعية اللازمة. كيف يكون التسجيل على مستوى هذه القاعدة الرقمية سيد الوزير؟ شفت أنك كلش عن طريق الهاتف، عن طريق الفيسبوك، كاين الرابط في الفيسبوك وفي مختلف الأطر الأخرى، كاين استمارة، هذه الاستمارة فيها كل معلومات على الأقل الهامة حول الرغبة في الاستثمار، حتى المكان وين الناس حابين يطوروا هذه المشاريع، وهذا يسمح لنا يكون عندنا نظن نظرة دقيقة حول اليوم هذه المشاريع والكيفية، حتى الجانب التحفيزي. ما هي التحفيزات جوستومون؟ التحفيزات كاين تحفيزات يعني موجودة في إطار تشجيع الاستثمار. احنا ربما اللي حابين نركزوا عليه هي التحفيزات الخاصة بهذه المشاريع اللي سنقوم بتطويرها في الأسابيع الجاية. في البداية ذكرت عنصر مهم سيد الوزير، لأنه تحتاج صناعة السفن خاصة في أعالي البحار، صيف أعالي البحار، تكنولوجيا دقيقة. هل الشراكة مع الأجانب هي خيار في هذه المرحلة؟ نظن هي خيار هام، خاصة شراكة اللي عندها نوعية عالية، لأن هذا المجالين الصيد البحري وأيضا بناء وصيانة السفن الكبيرة تتطلب تكنولوجيا حديثة، تتطلب أيضا قدرة تقنية عالية، لهذا مع ربما متعاملين اللي معروفين على المستوى العالمي، كان بلدان اللي معروفين سواء كان في آسيا ولا في البحر الأبيض المتوسط في هذا المجالين، ولكن المطلوب أولا وقبل كل شيء هو أن هذه الشراكة تكون مبنية على نقل تكنولوجي، يعني نستفادوا من هذه الشراكة من جهة، والجانب الثاني أن نطور الإدماج على المستوى الوطني، هذا نظن شيء هام. يلزم كل هذه الصناعة اللي نطوروها يلزم أيضا تسمح أننا نطور مناولة حولها مع شركاء أو شركات مصغرة أو شركات متوسطة أو حتى شركات ناشئة، لأن في بعض الأحيان كاين جوانب ابتكارية في التكنولوجيات المختلفة الموجودة في السفينة. كل هذا نظن ما هذه المعايير تاع الشراكة المجدية التي نريدها، والتي هي تجيب قيمة مضافة لهذه الصناعة في المستقبل إن شاء الله. هناك اتصالات في هذا الخصوص، وما هي السياق المقترحة؟ هل تكون الصيف في أعلى البحار أم صناعة السفن أم لا في الجانبين؟ في الجانبين محتاجين، ولكن الأهم لنا نظن هو أن المتعامل أو الورشة يعني أو الشركة هي اللي تبادر بهذه الشراكة. حنا الدور تاعنا هو أننا نأطروا، والدور تاعنا أننا نشجعوا المعايير ونشجعوا هذه الديناميكية. كانت هناك اتفاقية مع موريتانيا للصيف في أعالي البحار؟ كان فيه اتفاقية، احنا باتصال معهم منذ أسابيع، كان في حتى نظن لقاء في موريتانيا حول هذا الموضوع، وإعادة بعث شراكة مع هذا البلد في ميدان الصيد البحري وأيضا تربية المائيات. كانوا أبدوا استعدادهم أيضا أننا نعاونهم في بعض المجالات، يعني بالمقابل خاصة في تربية المائيات وأيضا في التكوين. نظن كل هذا رانا نخدموا عليه، نحطوه في الواقع
ربما الظروف الصحية شوية كانت عائق، ولكن نظن في الأيام هذه اللي راهي جاية سيكون فيه جديد وجديد ملموس في هذا الميدان. سيتم إعادة تفعيل الاتفاقية. كان إعادة تفعيل الاتفاقية وخاصة المحتوى نتاعها، ولا تقتصر هذه الاتفاقية على هذا البلد، لأن حتى كنت نشوف القاعدة البينية اللي عندنا كان كثير من البلدان الأخرى اللي هي أيضا إفريقية اللي كاين فيها أيضا قدرات باه نقدروا نطوروا الصيد في عالي البحار، كما في السنغال، في ليزي كومور، في السودان، في جيبوتي أيضا كاين قدرات. نظن يلزم يكون عندنا نظرة شاملة، حتى لو هذا البلد الإخوة في موريتانيا ومن منبع العلاقات الجيدة اللي عندنا معها، نظن إن شاء الله سنمشي قدما لجعل هذه الاتفاقية تحيا من جديد. بالنسبة لصناعة السفن سيتم تطويرها على مستوى كل الموانئ سيد الوزير؟ لا، ماشي على كل الموانئ، ماهوش ممكن، لأن الصيانة، نعم الصيانة لازم يكون عندنا نظن قدرة للصيانة في كل الموانئ بمختلف الأحجام. فيما يخص بناء السفن، عينا بعض الموانئ اللي اليوم عندها المرافق او عندها المساحات المتاحه لتطوير مشاريع من هذا القبيل، لانها تتطلب مساحات. حتى كاين نظن اليوم كاين اولا وقبل كل شيء في المستقبل ميناء الحمدنيه في شرشال، حمديه في شرشال. نظن هذا الميناء الكبير ان شاء الله سيكون فيه مرفق خاص ببناء وصيانه السفن. وكاين نظن هنا عندنا امكانيات في بوهارون في ليكوراب، امكانيات يعني هامه. عندنا ايضا في الغرب بين وهران وارزيو، وكاين ايضا نظن في الشرق قدرات في عنابه. في هنا نظن سنرى كيف المشاريع تقدر، المشاريع الكبرى اللي نهضر، وكاين موانئ وين المشاريع تقدر تكون في حجم المتاح من مساحات وهياكل. المأكولة البحرية سيد الوزير كنا تحدثنا عنها أنه دخلت في قائمة المحظورات بالنسبة للجزائريين بسبب الغلاء الذي يفسر بقلة العرض، ما هي الوضعية الحالية للسوق وكمية الإنتاج، وما هي المشاريع المسطرة في هذا الإطار لتدارك العجز في إنتاج الصيد البحري؟ نظن هذه المعادلة معروفة منذ سنوات، يعني حتى خاصة في العشر سنوات هذه اللي فاتت. أذكر أننا ربما كنا في نمط إنتاجي حاولنا أننا نكثف الصيد، حول خاصة الصيد الساحلي، هذا هو المحور الأساسي للسياسات الصيدية التي طورت في الخمسين سنة هذه اللي فاتت. كفرنا السفن، كفرنا الموانئ، كفرنا طواقم، ولكن منذ عشر سنوات الإنتاج وصل إلى حد، ماشي غير عندنا يعني في الحقيقة، ما نكونوش يعني صعب مع رواحنا، ولكن الانتاج اصبح محدود، الانتاج الساحلي اصبح محدود عندنا وفي البلدان الاخرى تاع البحر الابيض المتوسط لعده عوامل ما راحش ندخلوا في تفاصيلها لانها تطلب وقت، لكن هي عوامل طبيعيه، عوامل البيئه، عوامل مختلفه اللي تخلي اننا في الصيد الساحلي ربما كاين حدود ما نقدرش نتجاوزها ولا تجاوزناها. هذا الثروة السمكية ستزول نهائيا. وصلنا لحد في هذا النمط، اليوم السوق تاعنا يطلب هذه المنتوجات، يطلب خاصة منتوج يعني أساسي اللي حوله كل نقاش يندار، ولكن البروتينات السمك ماهيش محصورة إلا في هذا المنتوج، حتى لو المستهلك الجزائري وهذا من حقه انه يحبذ منتوج خاص اللي هو الكل معروف هو السردين. اليوم لازم نفتح بدائل جديده، وهذا هو
المراد من الصيد في اعالي البحار، المراد من السفن الكبيره اللي تقدر تصطاد نظن اسماك اخرى خاصه السمك الازرق المتجول. كاين ايضا تربيه المائيات سواء كانت في البحر او في تربيه المائيات القاريه. هذا يتطلب شويه منا ان نكونوا في ربما نعيد تصويب اهدافنا، سواء كانت اهدافنا شامله من جهه البروتينات السمكيه، وحتى ان المستهلك يكون عنده شويه يروح لاصناف اخرى، لان الهدف قبل كل شيء هو ان الانسان يكون عنده غذاء متوازن، غذاء يعني صحي، غذاء اللي عنده النوعيه اللازمه. هذا ما يمنعش، ونظن نكون صريح مع الكل، ان كاين فيه ايضا عمل لازم نقوموا به في شعبه السردين، اللي نخلو في الموسم تاعها ما بين شهر ماي وحتى شهر نوفمبر، ان يكون في الموسم يعني اسعار شفافه، اسعار نوعيه، ان يكون فيه تحسن في هذا المجال. ربما عندما نخرج من هذا المرحله الطبيعيه، المرحله الموسميه، الاسعار ما تكونش في متناول الكل، وهذا ماهوش مرتبط بفشل جانب او جانب اخر، هو الطبيعه هي اللي بحد ذاتها تفرض نفسها. لهذا نظن في هذه المراحل الغير موسميه لازم نطور بدائل اللي جينا من وفرة أخرى. آفاق تربية المائيات، شعبة تربية المائيات. شعبة تربية المائيات هي في نظن تطور مستمر. حتى لو في هذا العام كان فيه ظروف خاصة، بلك هي الشعبة اللي كان عندها مستوى نمو اللي هو معتبر، كان أكثر من حوالي عشرة مشاريع اللي دخلت في الإنتاج على المستوى الساحلي. ما نهضرش على الجانب القاري. نظن تأتي بهذه القدرة أنها تقدر تمول السوق في الموسم وفي غير الموسم. حتى عندما كان فيه ظروف اللي عرفناها من كوفيد 19، كانوا المستثمرات في البحر كانوا يمولوا السوق بصفة طبيعية، ونظن هذا الجانب يخلينا أنه هو بديل، يعني بديل قوي. من جهة أخرى حتى في هذه الشعبة عندنا طموح جديد، هو أننا نكون في نمط إنتاجي يسمح أننا نصنع المدخلات، نصنع الأقفاص، سنصنع إن شاء الله أول قفص جزائري في الأسابيع الجاية، اللي نحطوه كتجربة رائدة في هذا المجال، حتى لو كان فيه بعض التجارب من الخواص في هذا المجال، وأريد أن أشكرهم على هذه المبادرات. من جهة نريد أن هذه الشعبة أيضا تصنع مدخلاتها على المستوى الوطني، يرقات، كل ما الأقفاص، السفن، كل مدخلات، بها نقدر نطور أيضا صناعة في هذا المجال بإمكانيات وطنية. وهنا ثاني نظن في عمل في الوقت الحالي لتكوين هذا النسق الصناعي حول طموح لتطوير تربية المائيات. هي قادرة الآن على سد العجز في الإنتاج الوطني للمأكولات؟ ماهيش قادرة في الوقت الحالي، يعني بصفة بالحجم اليوم رانا حوالي 10,000 في إنتاج 10,000 طن. الهدف هو نوصل في 2024 إلى 40,000 طن. 40,000 طن سنسد الكثير من النقائص الموجودة في السوق. ولكن هناك بعض المشاريع، بعض المستثمرين في تربية المائيات يعانون من بعض العراقيل سيد الوزير، خاصة فيما يخص تراخيص الامتياز. يعانون لأن ما زلنا في النمط القديم من جهة تنظيم الموانئ، من جهة أيضا التعطير، من جهة أيضا كل ما هو متعلق بتسهيل الاستثمار وحتى البيئة الاستثمارية من جهة العلاقة مع البنوك، العلاقة مع التأمينات، والعلاقة مع أيضا نظام التسويق. رانا نعملوا في الوقت الحالي بنسهلوا كل هذه الأمور، وجعل أن البيئة تصبح جديدة، نجددها البيئة، ما لازمش نبقى في نشاطات جديدة ومنها نحطها في نمط قديم. حتى من جهة تسهيل الموانئ، ولا من جهة المرافق، ولا من جهة
الأنظمة القانونية. لهذا يلزم ولا حبينا نفتحوا هذا التغيير، لأن التغيير يتطلب تغيير شامل في كل مجالات، وربما بلورت نمط جديد في الاقتصاد الصيدي، وهذا يتطلب تغيير في الإمكانيات، تغيير في أيضا في التنظيم، تغيير في القوانين، تغيير في التكوين. كل هذه التغييرات هي اللي راح تحط، ما راحش نديروها، نقول لكم نكون صريحة، ما راحش نديروها في بين ليلة وضحاها، ولكن يلزم نمشوا قدما بالسرعة اللازمة وبالرزانة اللازمة باش نحطوا هذا النمط الجديد اللي راح يفتح بدائل لتمويل السوق الوطني، وجعلنا ان شاء الله نظن المستهلكين يلقوا بروتينات سمكيه متعدده باسعار مختلفه وبالنوعيه اللازمه لتتجاوب مع الطلبات نتاعهم. ما هي الفرص المتاحه امام الشباب للاستثمار في قطاع الصيد البحري والتربيه المائيه؟ الفرص متعدده في النمط الجديد هذا الاقتصاد الصيد البحري، لان اولا سيكون جديد فيما يخص التكوين، لان كان مرسوم لي ماشي مرسوم كان قرار متعدد وزاري الخاص بالتكوين، تكوين البحريه في خاصه اللي ما عندهمش مستوى تعليمي، هذا راح في النشر، سيسمح لنا ندمج حوالي اكثر من 8000 ولا 9000 شاب اللي راهم منتظرين انهم يندمجوا في قطاع الصيد البحري. سيكون جديد في الاعتراف بمهنيه بعض ممارسين هذه النشاطات من ميكانيك وفي مختلف، هما في الحقيقة مهنيين عندهم 5 سنوات ولا 10 سنوات راهم يمارسوا في الميدان، ولكن ما عندهمش الأوراق الرسمية بهذا المستوى للممارسة في التخصصات هذه. سيكون أيضا نظن فتحنا مع التكوين المهني، سيكون فتح لتخصصات جديدة في تربية المائيات، في الصيانة والميكانيك وكل ما هو متعلق ببناء السفن، في مختلف المجالات، الصيد في عالي البحار. نعم. اليوم عندنا فوج أول من ضباط في هذا المجال اللي راهم في إطار التكوين. ربما ايضا نشطنا ندوه كنشارك فيها 500 مشارك افتراضي في الابتكار، وخاصه المؤسسات الناشئه اللي تجيب الجديد في مختلف تقنيات الصيد او في تربيه المائيات او في الصناعات والخدمات، نظمناها في اخر ديسمبر. كل هذه الجهود ان شاء الله ستاتي بجديد فيما يخص الشبان. سنواكبها في حلقات أخرى سيد الوزير، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سيد فرخي، شكرا جزيلا لك. شكرا.